لحن التحية كلنا بنحب الأستاذ شرحبيل، هو من الأغاني اللي أثرت يعني فيني لما تعلمتها في بداياتي، في بداية تعلمي للموسيقى، ولا زالت تأثر فيني ومرتبطة معانا بذكريات وبلحنها وبشجنها كما هي. يعني طبعا الأستاذ شرحبيل أحمد نستسمحه في أننا نغني الأغنية كذا، يعني ندندن منها شوية. تمام، طيب نسمع. نعم أستاذ حسن الملك. بيذكرني حبيبي الغايب من بدري، الليلة الهادي بيذكرني حبيبي الغايب من بدري، خلاني وحيد نصيبي نحيب، خلاني وحيد نصيبي نحيب، زهدي وبعدك جنني حبيب. وحشتني عيونك يا حبيبي، همسك ولمسك يا طبيبي، وحشتني عيونك يا حبيبي، همسك ولمسك يا طبيبي، انت هنا وروحي معاك، انت هنا وروحي معاك، زهدي وبعدك جنني حبيبي. لا 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 لا. ألقاهم يسعد لي قلبي بلقياهم، 200 200 يا ربي ألقاهم، يسعد لي قلبي بلقياهم، لو فاتني يومين تبقى لي سنين، لو فاتني يومين تبقى لي سنين، سهدي وبعدك جنني. وصوتك المتميز و
أدائك لأغنية سودانية هو بمثابة تمازج وعناق والتقاء للمجتمعات ما بين السودان وبين اليمن. شكرا لك كثير دكتور أحمد. لكن عايزين نتكلم شوية عن زيارتك للسودان والانطباع اللي حفر فيه هناك.